أهلا بحضراتكم مرة تانية، وخلونا دلوقتي نتابع مع بعض أخبار الطقس بالتفصيل. هيئة الأرصاد بتتوقع أن لسه الطقس مكمل في شدته، وهيكون شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، وحار رطب على السواحل الشمالية، لكن بالليل هيكون معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية ومائل للحرارة على باقي الأنحاء. لمزيد من التفاصيل عن أخبار الطقس النهاردة معانا الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية على التليفون. صباح الخير على حضرتك يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة بسنت، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بك يا فندم. آخر الأخبار إيه النهاردة للطقس، وهل مازال في ارتفاع للرطوبة وزيادة الإحساس بالحرارة؟ بالفعل اليوم مستمرين في ارتفاع كبير في نسب الرطوبة على مدار اليوم كله، فترات النهار وأيضا فترات الليل، بسبب استمرار تأثرنا بمنخفض الهند الموسمي اللي معاه كتل هوائية معظمها قادمة من على البحر المتوسط، فبتتحمل بكميات كبيرة من بخار المياه، فبتأدي لارتفاع نسب الرطوبة، بالإضافة كمان في زيادة لفترات سطوع أشعة الشمس خلال فترة النهار. العوامل دي هتجعل إحساسنا بالطقس خلال فترة النهار إن هو طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى، محافظات الوجه البحري، محافظات شمال وجنوب الصعيد، وأيضا جنوب سيناء خلال فترات النهار. أيضا المناطق الساحلية الأجواء بتكون عليها أجواء حارة رطبة خلال فترات النهار. خلال فترات الليل ومع غياب أشعة الشمس بيكون في طبعا مع فترات المساء نشاط رياح. نشاط رياح ده بيكون سرعاته ما بين 30 إلى 40 كيلومتر على الساعة. نشاط رياح بيكون على أغلب مناطق الجمهورية، بيقلل إحساسنا بنسب الرطوبة، فبالتالي بنحس بانخفاض درجات الحرارة خاصة في ساعات المساء، ساعات الليل الأولى. لكن في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر بيحصل هدوء لسرعات الرياح، فبنحس بنسب رطوبة أعلى، فبالتالي بنحس معها بالأجواء المائلة للحرارة خلال فترات الليل. بالإضافة كمان مستمر طبعا تكون شبورة مائية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، محافظات الوجه البحري، ومحافظات طبعا مدن القناة والسواحل الشمالية، وبتؤدي لانخفاض في الرؤية الأفقية على أغلب الطرق. مهم جدا نعرف ان احنا كمان متوقع من غدا ان شاء الله يكون بداية ارتفاع طفيف وتدريجي في درجات الحرارة. احنا اليوم متوقع العظمى على القاهرة الكبرى تكون 34 درجة مئوية، المحسوسة طبعا هتوصل ل 37 و38 درجة مئوية. من غدا هيكون في ارتفاع في الحرارة، هتكون ما بين ال 35 وال 36 درجة مئوية، لكن درجة الحرارة المحسوسة طبعا هتوصل لأحيانا 40 درجة مئوية. فيعني احنا مهم جدا في الأجواء شديدة الحرارة دي ناخد بعض النصايح عشان نقدر نواجه ارتفاع درجات الحرارة وارتفاعات نسب الرطوبة. مهم جدا نتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس فترة الظهيرة من الساعة 12 الظهر للساعة 4 العصر. الفترة دي بنسجل فيها أعلى درجة حرارة على مدار اليوم كله، فمهم جدا بقدر الإمكان نتجنب أشعة الشمس. لو أنا موجود في الشارع يبقى دايما معايا غطاء للرأس شمسية أو كاب، أي شيء يحميني من أشعة الشمس المباشرة. مهم جدا كمان نرتدي ملابس تحت اللون قطنية، ده هيساعدني على عدم امتصاص أشعة الشمس، فبالتالي مش هحس بالارتفاع الكبير في درجات الحرارة. مهم كمان أتواجد في أماكن جيدة التهوية، ده هيساعدني على عدم الإحساس بنسب الرطوبة. كل الشكر ليكي دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، على النصايح دي بنتمنى المشاهدين إن هم يعملوا بيها أكيد. خلونا نتابع مع حضراتكم دلوقتي أخبار الطقس بالتفصيل، ونبتدي بمحافظة القاهرة العظمى 34، الصغرى 25، الإسكندرية 31، 24، مطروح 30، 24، سيوة 37، 22، بورسعيد 32، 25، دمياط 31، 25، الإسماعيلية 35، 26، السويس 35، 25. نروح لمحافظة العريش، العظمى فيها 32، الصغرى 24، طابة 35، 26، كاترين 32، 19، شرم الشيخ 38، 29، الغردقة 37، 28، الفيوم 35، 25، بني سويف 35، 25، المنيا 36، 24. أسيوط العظمى 36، الصغرى 24، سوهاج 38، 27، قنا 41، 28، الأقصر 42، 28، أسوان 42، 29، الوادي الجديد 42، 25، شلاتين 38، 27، حلايب 34، 28. كده تكون خلصت أخبار الطقس.